لسه فقراتنا وجولاتنا بسنت ما خلصتش في صباح الخير يا مصر، لكن عاوزين نروح بقى ايه نسأل سؤال. هتعمل ايه لو اتعزمت على اكله والاكله دي هي اكله فراخ وصاحب العزومه قال لك ان الفرخه اللي بتاكلها تمنها 3000 جنيه؟ 3000 جنيه تمن فرخه، هتعمل ايه يا بسنت؟ لا مش يعني مش هاكلها، مش هدفع جنبها. مش هدفع. طيب ايه التعليق اللي ممكن تقولوه وقتها، وايه يعني هتكون ردود فعلكم بعد ما تسمع الرقم ده؟ يعني في قصة طريفة كده واخدة مساحة كبيرة من الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي عن نوع من أنواع الفراخ اسمه الفراخ السودة، يعني سودة وب 3000 جنيه. خلونا نعرف إيه القصة دي، وده هنعرفه طبعا من المهندس أحمد أنور دربالة في منطقة المرج. صباح الفل يا أستاذ أحمد. صباح الفل استاذ احمد، صباح الفل على كل الساده المشاهدين برنامج صباح الخير يا مصر والاستاذ بسام. اهلا بيك يا فندم. ايه حكايه الفراخ السوداء بقى؟ 3000 جنيه ليه؟ هي الفرخه ديت منشاها اصلا في اندونيسيا، اكتشفوها سنه 1992. الفراخ دي متصبغه تماما باللون الاسمر، جلد، ريش، عظم. احنا شايفينها على الصوره اهو، امعاء، كل حاجه. يعني احنا شايفين شكل الفرخه اللي حضرتك بتقول عليها على الشاشه، كالسيوم وحاجات كتير جدا كده مخليه الفرخه ديت فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. نعم. مفيده للست الحامل، مفيده للجنين، مفيده قبل الولاده، مفيده بعد الولاده، فالموضوع يعني طفره جينيه كده. طيب برضو هروح للسؤال الاهم، ليه تمنها 3000 جنيه؟ او خلينا اقول سؤال بصيغه تانية، هي بتقف على المربي بكام؟ نعم، هي بتقف على المربي ليها بكام تحديدا؟ هو احنا والله يعني اقل سعر ليها في مصر هنا بيبيع كتكوت ب 300 جنيه. نعم، كتكوت عمره اسبوع. الفرخه بتوصل ل 2000 او 3 على حسب مستواها، على حسب واكله ايه بقى كده. هي طبعا احنا بناكلها احسن اكل طبعا، هي اللي عليها البياض، لو احنا هنربيها بياض عليها التسمين نباتي كله طبعا 100%. هي الفرخه دي مش زي الفراخ البيضاء، ما بتكبرش بسرعه عكس الفراخ البيضاء، يعني على 8 شهور تديك 2 كيلو لحم لانها ما فيهاش دهون خالص، فحلوه جدا للناس اللي عندها مشاكل في الكوليسترول. نعم. طيب يعني استاذ احمد خلينا نتكلم بقى عنك انت، ايه اللي خلاك تربي النوع ده من الفراخ من الاول بقى خالص، وعرفته منين؟ يعني عرفت منين القيمه الغذائيه الكبيره في الفراخ دي فقررت ان انت تربيها؟ هو والدتي ما عامله عيشه صغيره كده على السطوح، فراخ بلدي بتاكل اكل البيت وكده، فانا قلت لها اجيب لك فراخ اكبر شويه في الحجم، الفراخ اللي هي البراهما العملاق دي وزنها بيوصل ل 7 كيلو وارتفاعها بيوصل ل 75 سنتي. فوالدتي ما شاء الله نجحت في تربيه الفراخ دي، فقلت خلاص بقى طالما هي هتحافظ على حاجه وشاطره اقدر اجيب اي حاجه غاليه وهتحافظ عليها. بحثت على اغلى حاجه لقيتها الفراخ اللامبورجيني، اغلى حاجه كانت في العالم دلوقتي. اوكي، فانت بتقول ان القيمه الغذائيه، بس عشان نفهم الناس سبب السعر ده، ان هي قيمتها الغذائيه عاليه قوي بالذات للمراه الحامل وللاطفال وللجنين، صح؟ الفرخه الواحده تعادل 100 فرخه بيضه، مفيده للمبايض بتاعه الست لو هي عندها مشاكل في المبايض، مفيده للجنين، مفيده قبل الحمل وبعد الحمل، بترفع الانيميا بشكل رهيب. طيب حضرتك قلت الفرخه كلها لونها اسود، يمكن احنا شايفين ده على الشاشه دلوقتي، عاوز اسال بقى البيضه بتاعه الفرخه والكتكوت برضو اسود؟ لا، البيضه بتاعه الفرخه الكتكوت اسود، الكتكوت اسود 100%. البيضه بتاعه الفرخه مائله للبني، مليانه للبني، يعني شبه ممكن نقول شبه البيضه الاحمر الطبيعي. ياخدوها يحطوها في ميه البراكين تمتص بقيه العناصر بقى اللي في ميه البراكين، بقيه الاحماض، الاملاح، الجو ده، فبتسمر، فبتبقى اغلى بيضه في العالم. هايل. المهندس احمد انور يعني بنشكر حضرتك جدا وبنتمنى لك التوفيق.